والله هو ولد دفع دفع وطني وغيري على الوطن، وهذا شيء تعودنا عليه. نحن كسكان شحيات دائما باستمرار عندنا، شنو عندنا؟ عندنا المنطقة الأثرية اللي عندنا، نحن كشحيات منطقة سياحية، وهنا طبعا اللي عندنا هنا اللي يضر فينا نحن السواح اللي جونا، وفي نفس الوقت المواطن اللي هو جاء تلحق شوي من الواعي أو مش عارف، ما عرفنا كيف نعبره نحن. أيوة سي بسليمتك، نحن اللي جبنا دفع وطني لكونها بالتعاون مع السكان، احنا احنا سكان المنطقة هذه، دفع منا بيننا وبين المواطنين، كشي يدعم فيك يدعم فيك مواطن، اللي يجي يعاون معاك وحدة واثنين وانتهى الموضوع. كلي كدولة يعلم الله كأيام معمر القذافي وكيتو نفس النظام، ما في شيء دعم لها المنطقة الأثرية، حتى المراقبة مسكينة يبروح، المراقبة اللي اختصاصها ما عنده يبروحها فطرها مش قادر عليه. والله نحن المطلوب منهم بس، نحن حتى لدرجة ان رانا شوليت مش هو ذاتي كله، شو لا تكسب هذين الاخرى ريت تحكيها. نحن دايرين محرقه اخرى ما عندنا باش نشيله، دايرينها محرقه هي. نحن المطلوب من المواطن اللي شحات نعدوا فيها بنيه ليبيا، يعني جميع مواطني ليبيا يزردوا عندنا هنية، المطلوب نحن تو ليش ننظفه باش هو يجي يقعد في مكان نظيف وكويس، مجرد ما يلقيه نظيف بنفس الوقت يلم القمامه اللي زادت منها ذكيه ويحطها في نفس المكان هذاك فقط لا غير. وبالنسبة للدولة والله أي مسؤول يقدر يدعمنا بسيارة قمامة، يقدر يدعمنا بأي شيء، المنطقة أثرية والدعم مطلوب من الدولة، يقدروا نحن كسكان، كنا نحكي باسم سكان المنطقة الأثرية بالكامل اللي كمنطقة شاحات القديمة أو باب الطير هذه معروفات، وعدد السكان فيه ما يقلش عن 3700 وأكثر نسمة، ومن الناس اللي مرقمين ومكتوبين ومسجلين عند منظمة يونسكو بينات اتفاقيات من أيام الدولة السابقة أخرى ومتفقين هم المراقبة، يعني هم اللي يعولوا في الشيء هذا هم المراقبة، يدعموهم يدعموا عن طريق مراقبة الآثار، يدعموهم عن طريقنا نحن اللي تو نأسسوا في مختار محل، والله يدعمونا بسيارة، يدعمونا بأي شيء يقدر يدعمونا، ونحطون عندنا نحن ونوقعوا عليهم تعهدات أخرى ومستعدين أخرى، سوقنا ادفعوا حق إيجار القصة ادفعوا نحن ما عندنا شيء مشكلة بك، تعاونوا مع بعضنا نحن الله على الوطن وتصح الدولة وتقعد في الدولة الأساسية. شكرا ونشكركم يا سيد أسامة، أنت الأستاذ اللي معاك والقناة المسار اللي جيتكم لنا، وهذه لفتة جميلة أنتم اللي صرتوا لنا الأنتنة، هذه بركة، هذه هي بداية الدولة اللي جاتنا، شكرا على جيكم. Okay, thank you. البروفيسور تقول أنها لقد التحقت بالعمل مبكرا في مدينة قوريني من أكثر من حوالي 20 سنة، وقامت بالكثير من الحفريات والترميمات إلى المنطقة الأثرية في جميع أنحاء المنطقة الأثرية قوريني، وحتى ساعدت المرممين والناس التي تهتم بالمنطقة الأثرية، وحتى ولهم علاقة بمساعدة في 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 البناء والتنظيف المدينة الأثرية، وحتى في في
في مساعدة حتى عن طريق التوعية، فريق التوعية الذي قام ويقوم بالكثير من الجولات في المدارس لتعليم أو ليجعل الطالب له الوعي والمعرفة بهذا الموروث الثقافي. In future, we hope to come back for longer period to enlarge the excavation, invite the schools in the excavation, try to go back to the restorations, and also I think the best possibility for our community archaeology in Shahat will be to also meeting with the Baladia, with the local institutions, also to understand together how to help Cyrene. Thank you. في المستقبل نحن نتمنى أن تكون العمل البحث في قوريني يكون لمدة أطول، لتحصل على مدة أطول للبقاء للمساعدة والمشاركة مع الفنيين والأثريين، وحتى المشاركة مع أهالي شحات وأقحام الطلبة في الترميم وأعمال التنقيب، وحتى البلدية يجب أن لها يكون لها دور في الأعمال التي ستقام في آثار قريني. ونعانوا طبعا احنا سكان شاحات نعانوا من طبعا عندنا مكانات سياحيه ومكانات تراثيه، يعني مكانات الله اكبر ما شاء الله، ونحن السياحه النفس فيها اوروبا نفس فيها الدول المتقدمه فهمت، لكن عندنا مشكله قمامه، نرجو من الدوله تدعم المجلس البلدي شاحات عشان شنو تعطي ميزانيه معينه تنظيف اقل حاجه شجر شاحات، يعني قال شجار والاثار قال القمامه متكدسه، يعني متكدسه نبو شنو دعم من الدوله البلديه شحات عشان تدعم الشجار والاثار هذه المكانات السياحيه، يعني مكانات نحن نحكوا بين للناس نوروا بلادنا للناس باش اثارنا قدات شنو، يعني فينو مزبله نحن نبو مجلس نبو من الدوله تدعم المجلس البلدي شحات. الغرس هذا طبعا عارف عمره